اترك. لكن يبغى له شيء زياده اصبر. هل تضبط كذا؟ حياكم الله. يعني ما ادري ضبطت الحركه حقت كيف البس الحين؟ والله يعني ما عليه سلكوا. الفكره في بالي افضل يا شباب، والله افضل. السلام عليكم، اليوم جايكم مقطع جديد. اليوم مقطعنا غير، اليوم راح نجرب محاكي. سوب اي محاكي؟ فود تراك سيموليتر. فود تراك اللي هي شحن الطعام، ترجمه حرفيه. فود تراك سياره يكون داخلها مطبخ في الشارع بدون اي محل بدون اي شيء، مثل الصوره اللي قدامكم هذه. ندخل نجرب. واحد من الشباب قال لي في انستغرام نزل لعبه احس انها بتناسبك، فنجرب. يعني عبد الله زميلي مو احسن مننا، ما في عربي يعني. اوكي، ويلكم تو ويست. ايش والله نسيت اقرا، ما لحقت اقرا. اوكي، this is the last competition he was healthy enough to participate in. At least he had one last. يقول هذه اصعب منافسه. Now what? The truck is a mess. Maybe there's something in this album I could use to help me. يقول لازم نختار شيء من هذه الاشياء عشان تساعدنا. Only I can touch the truck, he used to say. No mechanics getting his dirty hands on. All right. Let's get to work. اوكي، بالعاده يعني اللعبه فيها دروبات، ما ادري شلون جايه. يقول لك اختار البي سي، بعدين راح على كستمايز، بعدين اختار هنا وشو بينت اطلاع، اختار يا اخضر يا هذا ما ادري برتقالي، تقريبا برتقالي يا احمر. انا باخذ هذا اللي في النص، نشتري. اوه ما نقص مننا ولا شيء. حلو. لاي اوت اللي هو الشكل، الفوت تراك، مديني العب بالالوان. اوكي حلو. لا ما ابغى هذا فوت تراك، شكله ينرفز ذا. ما ابي اختار الاخير. والله يعني خلنا ناخذ هذا. حلو، هو غالبا الابيض افضل شيء غالبا يعني. اوكي الويلز نزين كفرات نفقعه. يا ساتر، يقول اشتري كفرات جديده. اوكي ما نقص منه شيء للحين. ابجريد برجر جريل ماشين. اوكي حقت الشوي نشتريها، ما ادري شرينا لنا ولا زينا ما ادري. روح الفريج اللي هو الثلاجه نشتري واحده بعد. حلو. وش ذا؟ ترى انجليزي مره اعتذر صار شيء يعني. يقول كذا اضغط اكس وامشي. حلو، اين نذهب؟ كيف هذا؟ يقولك لازم تخلص مهمة قبل. في شيء هنا؟ والله ما ادري في شيء هنا ولا لا، لكن اوه للبوم هنا الفوتو هنا ما ادري ايش. اوكي ريسيبس توتوريال مدري ايش. الله يا شباب ان اوكي الحين يقول لي روح هنا. حلو بفتح الباب نمشي هنا، ما في شيء يسرع. Like this art spread around. يقول جمع زي هذه لانها بتكون موزعه على الماب كامل. Can collect them by your truck، يعني لازم تجمعها وانت في الشاحنه. Collect them unlock new ايش decorations for your garage and or customize for your truck. Keep it an eye out. يقول ركز انك تجمع مثل هذه الاشياء وتقدر تجمعها وانت تسوق ترك اتوقع. اوكي لازم نروح عند هذا الشيء. اوه يقول لك روح عند هذا المكان. ضغطت عليه. كليرز سبلاي بوينت. يقول اتذكر هذا المكان زين ما ادري. حلو، اتوقع الحين نسوق الشاحنه. يعني غالبا المفروض هذا الشيء يصير. انتراكت وذ اوه لازم نرقى فوق. طيب كان اوكي سلم سلم سلم. والله توني الاحظ ذا اللي فوق. حلو حلو، هذا اتوقع انه بيخلينا نسوق السياره. اوكي انستل ذا راديو ان ذا فوت تراك. هذا الشيء اللي خذينا ما ادري وش صراحه، بس غالبا اوكي شفتوه اشر على شيء تحت. يا اخي المفروض اقدر اطب على طول. شيء داخل البي سي. حلو طيب ممتاز، ندخل البي سي بعدين ابجريد الراديو بعدين نشتري هذا مجاني. اوكي نقدر نختار الاغاني اللي نبغى، انا ما هم من الاغاني ولا شيء، همنا ان نمشي يا رجال. هي خلاص. الو ايت ويك اب عشان ارد على التليفون. يقول يقول شكرا لانك قاعد تسوي هذا الشيء لابوك.
يقول رح للشوب في البي سي. اوكي. لازم كلها اد تو ليست. اوكي توتال $44. يقول لك ان هذه راح تحفظ لك اموالك وما ادري ايش سعرها كويس. طبعا اوكي هذا خلصت. حلو الى اين اتوقع الحين اقدر اسوق غالبا يعني. ناظر فوق يمين تحت فوق يسار ايش فيه يا عمي طولت السالفه ابغى اسوق انا بعد لازم اشتري اشياء لازم اخلص كل اللي في الشوب ايش طيب اوردر بيرتشيز اد تو ليست تشيز لازم نشتريها كامله يعني ما خفضوا مننا شيء. اوكي الحين نقدر نمشي. يقول لك سي تو تشينج ذا ثيرد. اوكي اوكي عشان تشوف من برا. سبيس ال عشان النور حق السياره وبرس زد تو ما ادري وش فليب يور. اوكي اوكي هلا بي يا عمي خلاص اشوف الماب خلاص خلاص اوكي كلوز. يقول يقول تذكرت يوم كنا نسوق مع ابوي كان الوضع فله وفي نفس الوقت اوكي يقول في نفس الوقت خلنا نصدم هذا لا والله شطفناه اهلي سواقه يا ساتر اوه سبيس يفحط يقول بيشوف وجهه مألوف له اللي هو وجهي لانه اشبه لابوي شيء زي كذا الله اني ما ادري ترى اتوقع انه كذا يعني الكلام سريع سريع وصوته ما انخفض والاغاني مزعجه. اوكي ننزل هنا بيك اب بوينت حلو نوقف السياره هنا دين اي علق على اي اوكي كولكت اوردر حلو Be careful طيب. where you store your food. Freshness okay. is very important to the quality of your ingredients. لازم تكون طازجة. Slower or faster, depending on where you store them. Okay. Store the meat. طيب وين الثلاجة يعني الوضع. Good, good. حلو حلو حلو. Meat should always be in your fridge. Remember that if you want it to stay fresh for longer. Probably should say. هذا automatically okay. قاعد يختصر لنا الموضوع حلو of the buns to the shelves. اوكي اوكي يقول لك شيل الخبز هذا حطه هنا شيل اوكي كذا كليك يمين عليها حلو confirm Do remember طيب. that ordering from your garage first will get you a nice discount. That deal I had with your dad still stands. Oh yeah yeah I remember. I'll try to keep that in mind. اوكي اوكي قم سوي سوي ديسكاونت لابوك للحين ترى مستمر اوكي انا المفروض اني اروح من هنا اخري واخري لا اطير كنتي يا عمي شارع ابوي شارع ابوي شيف كيف خشيت الدوار لا اوكي حلو 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 وصلنا حلو خلصنا ايش قاعد يصير الحين اوه الحين الناس بيجون يطلبون طلبات حلو 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 ممتاز متحمس هذه اللحظه يعني بغلي اسعار لاني ولد البلد يعني بس هنا في امريكا مبتعث لازم اغلي بعد البرجر $900 رخيص مره مع الضرائب 1200 سعرنا يعني في متنافس المتنافس متناول اليد نيو جيست او نيو اوكي فينيش ريسيفر الو ارد على مين Thanks, Clara. This does feel like a lot. First thing first, turn on the radio. It'll make everything much nicer. Great idea. Turn on the radio. كيف أشغله؟ كيف أشغل الراديو؟ أوكي هذا هو. Now, look at the monitors inside your truck. They have all the information you need about what you get and the recipes. يقول طلب واضح فيه واضح فيه كل شيء حرفيا. أوكي حلو. اللي بعده. Interact with this monitor. أوكي ضغط على كليك يسار بس. اوكي نضغط على هذا جريل ماشين حلو جاز ماشين اضغط على هذا يو نيد تو هاف ايش
Hit the red button to turn the grill machine. Take the gas bottle from the shelf. اوكي داخل هنا هو. اوكي هذا هو دبة الغاز. حطها هنا. لا يا طيب هنا هنا. حلو حلو ممتاز. تكفى طيب ابغى اسوي بسرعة. اوكي الحين اضغط هذا بيشتغل ممتاز. اوكي. يقول لك توستد اصبر انا ما ادري وش تبغى ذي. تبغى ميت ولدن بيكن ولدن توستد بين لا 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 اتوقع هذا اللحم تحط هنا. كيف اعرف انه طيب انطبخ؟ اتوقع له وقت معين يخلص. اوه شوفوا قاعد يمشي. اوكي راح نشيله بعد شوي. لا ميت رير هو قال ميت ولدن. اوكي ميت ولدن ميت رير الحين بعده ميت ولدن اتوقع. اوكي ميت ميديوم. اوكي بعد الميديوم يصير ولدن. طيب هنا في بيكن. Be careful not to burn or undercook them. Different customers like them done differently. اوكي ميديوم ولدن. الخبز الخبز وين؟ Open the first shelf on the left under the assembly table. The one covered with okay. stickers. Burger boxes should be inside. Oh, لازم اشيله ولا وشو؟ لازم احطه كذا يعني. You're going to need a base for that burger. Take one of the buns to use on the cutting board. Oh right, there's a cutting board around here. هذا بيكن وش قال؟ بيكن ولدن حلو 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 بيتاخر شوي. طيب ابغى افضي يدي انا. شيل هذا. بعدين وين البن؟ وين الخبز؟ الخبز وين؟ ولدن 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 خلاص شيل حط هنا. وين الخبز؟ هنا الخبز انا قاعد ادوره. الله يخرب بليزه. هذا وشو؟ توستد. اوكي نحط البرجر هنا بعدين وشو؟ سكينه يعني؟ اتوقع نعلق على تاب. اوكي نقصها كذا. حلو حلو ممتاز ممتاز قاعدين نمشي صح. اوكي يقول الحين خذ الخبز حطه هنا حطه هنا. حلو حلو ممتاز قاعدين نطبخ. بعدين طماط صح؟ طماط 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 توميتو سلايد اتوقع الحين خلص. حلو هذه خلصت هذه خلصت. نحط هذا هنا نحط هذا هنا ونجيب الطماط نقطع الطماط الى قطع. حلو نضغط هنا تاب نجيب السكينه نقطع الطماطه. الله ما ادري كذا ولا اتوقع مع النص افضل شيء. حلو هذه واحده. الطماطه الثانيه وينها؟ طماط اشيل طماطتين يعني. يا ليل المشوار والله اسراف يا اخي والله اسراف اسراف. شوفوا خذ قطعه واحده بس يا اخي اقهر. الجبن طيب الجبن يا الله وضعنا مزري يا شباب وضعنا مزري. اوكي ناخذ هذا. يا 17 دولار بس مفروض 130 ايش ذا؟ كل ذي الشخصيه والتعب وريحه الاكل وريحه الطبخ او داري فسخت شماغي خربها معكم سوي كذا. لا هذا وش؟ لا لا لازم شخص. اهم شيء اهم شيء المظهر. حلو ما في استراحه. اوه حتى الغاز قاعد ينقص. طيب نو اوردرز. اوكي اوكي تقول نفس اللي طلبته بالضبط. اوه هذا جاء قاعد يشوف المنيو. اوكي حلو. اوه يقول شو اسمه العميل ما يحب ينتظر. نحطه هنا بعدين تاب بعدين سكينه بعدين هنا. حلو حلو قطعناها. ناخذ الخبز نحطه هنا وناخذ الخبز الثاني نحطه هنا. وقال توستد بان. اوكي ويبغى لحم لحم لحم. ناخذ لحمه هنا نحطها هنا. بعدين ايش باقي ايش باقي ايش باقي؟ جبن 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 جبن. ناخذ واحده نحطها هنا جاهزه. خلصت هذه حطها هنا. خلصت هذه حطها هنا. هذا ايش قال؟ يبغى ميت ولدن يعني بتتاخر شوي يعني لازم ياخذ وقت. فنجيب هذا نطلع هذا هنا نحطه هنا ونضبط الامور. سكر هذا عشان ما يلعب هنا يخلي تركيزنا. هذا كيف حالكم انتم؟ ميديوم لا ميت ولدن. حلو حلو
يبغى خبز هذا. انا المفروض اني ما ادري هل بيفرق انه اخلي الخبز احميه اخر شيء زي كذا، ما ادري. ميديوم ولدان ولدان، خلاص حط هذا هنا. اوكي نحطه هنا. اجل اتوقع لازم نحط داخل هذا الشيء. حلو حلو، حط فوق الجبن، حط فوق هذا، حط هذا داخل هذا. حلو، 14 دولار، ممتاز ممتاز. مسوي ديسكاونت اليوم ترى عشان يوم افتتاح بس. طيب هذا طلب جديد، يقول لك توميتو برجر. وات؟ لحمه هنا، طماط 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 هنا. ايش قال؟ يبغى 100 رير، 100 رير. يبغى خبز. اوكي خبز خبز خبز. انه وين قلنا خبز؟ حلو، ناخذ هذه اللحمه الحين دامها 100 رير. ناخذ الخبز، نقطع الخبز. اوكي هذا لازم نشيله نحطه هنا. جيب الخبز، حط هذه بسرعه يا اخي، في لحظه مخ شوي. اوكي اوكي بسم الله، نقطعها من النص بالضبط. حلو، ناخذ الخبز نحط هنا، ناخذ الخبز الثاني نحط هنا، نجيب الطماطه هذه نحطها هنا. قص قص بسرعه بسرعه بسرعه، ما في وقت ما في وقت. صار الوضع كذا؟ لا يا شباب، ايه والله صار الوضع كذا. شوفوا كيف، كم قصيت من واحده وانا قاعد استخدم واحده كامله على خسرت فلوسي، الله ياخذ بليسكم. طيب هو يبغى اول شيء نطلع البوكس هذا، نحط البوكس هنا، نسكر البوكس، بعدين نجيب خبز ونروح نحط اللحم فوقه، نحط الطماطه الاولى والطماطه الثانيه، نسكره بالخبز الثاني وكذا طلبه جاهز. نعم جاهز جاهز. كان رقم 3. حلو، 14 دولار، ممتاز ممتاز ممتاز. ناخذ الطلب الرابع. اوكي الطلب الرابع يقول لك بس ولدن. حلو يا اخي، احبي لك يا اخي، احبك يا اخي. اوكي ها ما تشدوا والله ما ادري ايش قاعد تقول صراحه، بس لازم نقص هذه بسرعه. حلو، انا مش فيني اذا قمت اسوي اشياء ما ادري وش. حلو، شيل هذه حطها هنا، شيل هذا حطها هنا. بس يا اخي بدون سلطه وبدون خلاص، برجر لحم سادة. هنا يطلع لك الاشياء وانا قاعد اناظر هنا ليه ما. اوكي كشيل هذا. حل 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 حل، ميت ميديوم. اوكي اوكي طلع البوكس نحطه هنا، نحط الخبز الاول هنا، بعدين الحين بيصير ميت ولدن. ممتاز ولدن يا حبيبي، اعطيني الخبز هذا. اوه اربع، حلو، بغيت اعطيه ذا بالغلط. قاعد احسهم مخي يميلون او يحطون البوكس يمين بعدين يحطون يسار، ما ادري ايش الوضع. حلو ولا هذا يبغى اشياء كثير. طيب اوكي حلو حلو، طماط جبن. يا عمي جيب هذا. اوكي حلو، هذا ايش قال؟ بيكن ولدن ميت ميديوم، ميت ميديوم مو برير. اوكي 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 نطلع الحين زي كذا، نطلع هذه، هذا زي هذه نطلعها، هذه ميت ميديوم، لا ولدن هذه. ناخذ حبة الطماط هذه، الخبز الخبز نسيناه، الخبز نسيناه. لازم نشيل هذه الأشياء. هذه ايش صارت؟ ولدن، اي ولدن، خلاص شيل شيل يا مدير الشرطة. والله العظيم الوضع لحظة شوي يا أخي، تحس إنك ملحوق. أوكي 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 كذا. أوكي خبز قال توستد، إيه قال توستد. حلو كذا، بعدين نطلع البوكس. يبغى له يشتغل مطعم صدق، ايش ذا؟ احس اني فنان. ايوه اي الجبن الجبن نسينا الجبن. حلو نجهز الجبن هنا. اوكي توست حط واحده هنا، بعدين حط لا جيب هذه عشان ما تحترق. بعدين يقول لك الميت. اوكي برجر، برجرين او لحم لحمين، وفوقه طماط، وفوقه طماطه ثانيه، وفوقه جبن، وفوقه هذا. خذ الخبز هذا كامل ودي.
23 دولار والله طلبات كبيرة انت. طيب يعطيكم العافية على المشاهدة، ان شاء الله استمتعتوا. اذا تبون نكمل في هذه اللعبة اكتبونا تحت في الكومنتات، هل يهمكم ان كذا شخص وكذا نكمل السلسلة وانه مشخصين، لانها متعبة شوي تشخيص وقلق وذا. بس يعني كفكرة اول مقطع حبينا كذا نشخص. انا صوتي، هل تريد ان تربح المال؟ ما لي دخل يعني ايش تسوي، هذا يطلع معنا. يعطيكم العافية على المشاهدة، لايك اشتراك اذا عجبكم المقطع، اهم شيء اشترك عشان نوصل 800 ألف اقرب وقت، وتفعيل زر التنبيهات جدا مهم. سلام عليكم.